أول شيء الحمد لله على كل حال، مبروك لنا ولكل الهلاليين هذا الفوز. مباراة صراحة كانت صعبة ضد فريق صعب، تقدمنا 2-0، يمكن كنا نقدر نتقدم أكثر من كذا، ولكن دائما أخطر نتيجة في كرة القدم 2-0، يمكن ما أحسن المسؤولية، يمكن هذه رابع أو خامس مرة يمكن نكرر نفس الغلط، ولكن الحمد لله في النهاية إنه تأهلنا. اليوم فيكتور متعب؟ لاعب كبير أكيد متعب، يعني ما أختلف عليه أحد. نقص اليوم النقص عندكم، يعني الهلال في الشوط الثاني ما كان، تحس انه النجوم لسه جدد، كانوا تنقصون نجوم خبره في مثل 10 دقائق في الشوط اكيد الثاني. لا تنسى اللي غايبين لاعبين كبار، ويلي نفس الشيء يعني خرج من الشوط الاول، لكن دائم ميزه الفريق البطل وميزه الهلال في دائم انه حقيقي يكون دائم يكون عنده البديل الجاهز. شفنا اليوم ما شاء الله لاعبين، نعم صح قليلين خبره، لكن شفنا مجهودهم، قدموا مباراه ممتازه، بالعكس يمكن 7 إلى 8 هجمات انا يمكن في المباراه كانت حقيقيه ان نسجل فيها اهداف، لكن الله ما اراد، والكوره اهداف، اذا ما تسجل اكيد بيجي في بابك يقول. بصراحه اسامه بعد ما ضيع ضاع ضربتين الجزاء، توقعت انه المباراه راحت من هنا؟ لا، يمكن الجمهور اتوقع، الواحد دائم يكون في الملعب يتوقع كل شيء، والواحد غير كذا دائم يكون متفائل، يعني تفائلوا بالخير تجدوه. كرة القدم فيها كل شيء، يعني غريب عجيب، اللي شاف الشوط الأول يقول ايش يمكن الهلال بيفوز 4-5 الشوط الثاني، أول 7 دقائق تقريبا جا فينا جولين، والبلنتيات نفس الشيء، ضيعنا كرتين، المباراة يمكن كانت رايحة للأهلي، ولكن هذه الكورة حسن الله يعطيه العافية، حس مسؤولية زملائنا اللي ضيعوا الكورة، وحب إنه يعوضهم.